لا حل للتطرف إلا بالتسامح. فمهما كانت ديانتك، مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، فكلنا إنسان. مهما كانت اعتقاداتك أو تصوراتك أو خلفياتك أو حتى تاريخك وجغرافيتك، فكلنا إنسان. مهما كان وطنك، المغرب، روسيا، العراق، أمريكا، ألمانيا، إسبانيا، السعودية أو قطر، فكلنا إنسان. قد تصلي لديانة غير ديانتي أمامي، فأبتسم لك لأنك إنسان. وقد تلبس لباسا غير لباس عشيرتي، فأبتسم لك وتبتسم لي لأنني إنسان ولأنك إنسان ولأننا متسامحين. فبالتسامح سنقف، وغير ذلك سنتطرف. لا حل لمشكلة التطرف إلا بالتسامح. شكرا.